الاخوات الاخوات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ مزيانين هانيين على بركه الله. اليوم نهار جديد وفيديو جديد. خوتي خواتاتي، نبدا بالصلاه على الرسول، اللهم صل على محمد وعلى ال محمد. بسم الله. الاخوات ديالي، خوتي خواتاتي، اليوم ان شاء الله نوريكم تبريمه رائعه وزوينه بزاف، وتبعوا معايا الفيديو حتى الاخر. على بركه الله، هاد التبريمه نهضر عليها شويه، هي اللي كتحيد الطاقه السلبيه من الجسم. اللي عنده عوارض او اي حاجه، دائما فما يكون غادي الحمام او الدوش اللي في الدار ديالو يبقى يديرها، وزيدها تبريمه، يعني تبريمه رائعه ان شاء الله. يعني كترد الجسم رائع، ويديرها الرجل وديرها المرأة، ولكن الرجل شنو يدير فيها والمرأة شنو يدير فيها ان شاء الله. على بركة الله، وهاد التبريمة ان شاء الله اللي فيها بسم الله ورق الرمد، يعني ورق سيدنا موسى، فيها القرنفل، فيها العرعر، ما عديش بزاف قعدني واحد شوية، فيها اوراق الصدر، فيها الريحان، فيها الورد، فيها الحنة، ولكن دابا انا الحنة والورد ما عنديش. المهم انا يعني المهم هادو زيدوهم، يعني الورد والحنة. على بركة الله، شنو غنديرو؟ ان شاء الله غنشدو شوية من، يعني غنمشيو عند العطار، يعني كلشي راه تشرا رخيص، ثلاثة دراهم، جوج دراهم، ربعة دراهم، راه كيعطيكم فيهم الخير. القرنفل اللي من خمسة دراهم الفوق، يعني شوية تيكون غالي القرنفل. أما أوراق الرمد على جوج دراهم، ثلاثة دراهم، تبارك الله ما شاء الله كيعطيكم الخير. على بركة الله، كتشدو شحال ما بغيتو، شحال ما بغيتو، درهم جوج دراهم، المهم عتشدوها، عتيبسوها، عطحنوها. شوية القرنفل تاخذوا منه، من الطحنو تاخذوا منه معلقه كبيره. العرعر توعي تطحن، تاخذوا منه جوج معالق. اوراق الصدر عاد تطحن، تاخذوا منه جوج معالق كبار. اوراق الريحان عاد طحنوا، تاخذوا منه جوج معالق كبار. الورد من يكون عندكم ضروري يكون عندكم توتر الجسم رائع، تاخذوا منه حتى هو معلق كبيره، والحنه ديروا منها جوج معالق. دابا غنعاود لكم المقادير. ان شاء الله اوراق الرمد تاخذوا منها، من تطحن خذوا منها جوج معالق كبار. القرنفل معلق كبيره، العرعر جوج معالق، اوراق الصدر جوج معالق، اوراق الريحان جوج معالق، اوراق يعني الورد معلق كبيره، الحنه جوج معالق. هادو كاملين يطحنوا، يعني كامل شريو بزاف وطحنوهم وديرهم في شي بلاستيك، وفي ما تكونوا غاد الحمام. انا هادشي راه يعني راه عندي، انا غنوري لكم، يعني هادشي رانا طاحنه وحاطه. من تكونوا غاد الحمام غتزيدوا معاه الصابون البلدي، هو اللي غتزيدوا معاه، يعني كل حاجه طحنوها بوحدها، ومن تبغوا تاخذوا تاخذوا كل حاجه من جوج معالق جوج معالق، ولكن انا من شريتهم كاملين طحنتهم، يعني طحنتهم كاملين. فيما كناخذ شويه ونديروا مع صابون البلدي ونزيد عليه الحامض، ومن كنمشي للحمام او الدوش في الدار، يعني كندير الجسم ديالي كيحيد ليا الطاقه السلبيه. على بركه الله. اخوات ديالي، انا درتوها في بلاستيكا، انا طاحناها، هو خلطت كل شيء، انا خلطت بزاف، كاع المقادير اللي وريتكم هنا خلطتها، يعني خلطت كل شيء. وفيما نكون غدا الحمام او الدوش كناخذ شويه وكنديروا مع صابون البلدي ونطلع الجسم ديالي، راه رائع وكيحيد الطاقه السلبيه وكيرد لك الجسم رائع. بالنسبه للرجال اللي يحيد له الطاقه السلبيه، يحيد الحنه، اما داكشي كله يديره، يعني الحنه ما يديرهاش، ولكن كاع داكشي اللي قلت لكم يديروا، من يمشي الحمام يدير الجسم ديالو
كاع اللي عنده شي عوارض والطاقه السلبيه ما تبقالوش في الجسم ديالو. وهذه هي الوصفه اللي وريتكم، وان شاء الله غنوريكم وصفه ثانيه اللي زوينه ورائعه وغنهضر عليها ان شاء الله. اختي الكريمه، الوصفه الثانيه هي ديال العظومه ديال التمر، يعني النواه ديال التمر. شنو غديروا بهم؟ اللي ما عندهاش الحجبان، يعني الحجبان ديالها قلالين، ما عندهاش، ما كينوضوش ليها، شنو غدير؟ انا غنشرح لكم. غتشدوا سبعه ديال النواه ديال التمر، غتحمرهم في شي مقله، يتحمروا مزيان ويطحنوا، يطحنوا مزيان ويتغربلوا على شكل كحول، وغتخلطوهم مع الزيت ديال الخروع. الزيت ديال الخروع سيروا عند اللي كيعصر الزيوت، هو اللي كيبيعوا الزيوت كامله، تيكونوا اصليين وكل شيء. قول له عطيني عصر لي الزيت ديال الخروع، راه موجود في المغرب، اي مدينه مشيتوا لها تلقاو لها الزيت ديال الخروع. كيبيعوا تيديروهم تعصرهم مع فقريعات صغار، تحمروا هاد النواه ديال التمر مزيان وتطحنوا وتغربلوا وديرهم في هذيك القريعه، تكون القريعه عشويه ماشي ما عمراش بزاف، وبقاو تخلطوها مزيان. ودائما من الليل الليل بقاو دهنوا بهم الحجبان ديالكم وتبعوها، وان شاء الله الحجبان ديالكم غيبقاو يكبروا وغيوليو زوينين. راه وصفه رائعه رائعه رائعه. انا نعاود لكم، النواه العظومه يعني كل واحد شنو كيقول لهم ديال التمر، سبعه العظومه غتحمروهم مزيان في المقله، يتحمروا يطحنوا يتغربلوا يوليو على شكل ديال الكحل. تمشيو عند العطار اللي كيعصر الزيوت، تقول له عطيني كاع 20 درهم ديال عصر لي زيت الخروع، ما تشريوش دوك العاديين اللي كيتعصر، راه موجود في المغرب، يعصر لك راه القريعه تعطي لك عصيره. هذاك الشيء اللي طحنتيه وغربلتيه ديري في هذيك القريعه تاع زيت الخروع، وبقاي ديريها الحجبان ديالك وتبعيها، وان شاء الله دائما ان شاء الله الحجبان ديالك غيكبروا وغيزيان. وكاينه ان شاء الله طريقه اخرى، تبعوا معايا لا فيديو، انا كنوريكم النصائح اللي تفيدكم في حياتكم الاخوات ديالي. اختي الكريمه، اخي الكريم، هذه وصفه الثالثه ديال القرنفل، حتى هي رائعه. الحجبان شنو غديروا؟ غتشدوا الراس ديال هذا، الراس ديالو هذا، هذا الراس، غتحرقوه في البوطه وبقاو دوزوهم على الحجبان ديالكم، وان شاء الله الحجبان ديالكم غيقوى. دائما تبعوا هاد الوصفه، غتشدوا قرين فلاس عا شي جوج بحال هكا، غتحرقوا لهم هاديك شويه الراس على الوريضه اللي فوقو، غتبقاو دوزو على الحجبان ديالكم، وان شاء الله الحجبان ديالكم غيوليو رائعين وزوينين. المراه دائما تهتم يعني بالجمال ديالها، يعني الجمال الطبيعي راه ما كاينش بحالو، في الجمال الطبيعي شي حاجه زوينه. المراه محدة يعني كتكبر وهي كتولي زوينه وجميله، تزيد الجمال، ودائما تثق في راسها، ودائما الا حاجه دائما الوصفات الطبيعيه، الوصفات الطبيعيه راه كيخليو المراه دائما صغيره. اما لا تبقاو شي وصفات اخرى، ولو البنت تكون عندها 18 عام وكدير شي وصفات راه اصلا غتكبر وغتشرف، ولكن الا بقيتي الاخت ديالي من صغرك وانتي معلمه على الوصفه الطبيعيه، ولكن الوصفات المفيده الطبيعيه ديما تكوني زوينه. اختي خوتي خواتاتي، نعاود لكم الوصفه. غتشدوا جوج قرنفلات، الوريضات ديالهم هادوك غتحرقوهم مع شويه، ولو عبريكه يتحرقوا ويبردوا، ودوزوهم على الحجبان ديالكم، يعني كيرسموا الحجبان وكل شيء. تقدري واخا ترسمي الحاجه بتقدري تخرجي بيه عقديه، ولكن راه كيقويو الحجبان. هادو وصفات عطيتهم ليكم، راهم رائعين وزوينين. باقا ان شاء الله الوصفه الرابعه،
يعني اليوم عطيتكم وصفات ديال الجمال، راهما رائعين، وهادشي كاع اللي عطيته لكم يعني جربوه راه زوين. الوصفه الاولى كتحيد الطاقه السلبيه وكتزيد المراه جمال. خوتي خواتاتي، الوصفه الرابعه اللي رائعه وزوينه ثاني، اللي فيها الماء سخون، يكون سخون شويه ويكون الحامض والملحه خشن، يعني راه كتكون عاد العطار. الا بغيتو رجيلاتكم دائما يكونوا زوينين وكيشعلوا، تكوني داخله خارجه، المهم ديري هاد الوصفه راه كتجي رائعه وزوينه، كتحيد لكم الطاقه السلبيه من رجل، المهم من الصحه ديالكم، وكت هذوك الرجلين دائما كيبقاو زوينين. دائما ديروا هذه الوصفه، وان شاء الله من ديروها تولفوا تبقاو ديروها دائما. الماء سخون ماشي طايب، المهم يكون سخون، كتزيدوا عليه الحامض، ها هو كتزيدوا عليه الملحه خشن، ها هي صافي، وكتدخلوا الرجيلات ديالكم وكتبقاو تحكوا هذه يعني كتذوب، وكتبقاو حاطين الرجيلات ديالكم هنا كتبقاو تحكوا بالحامض الرجيلات ديالكم، الرجيلات كيوليو زوينين، والطاقه السلبيه كتحيد لكم من البيوت ديالكم ومن الصحه ديالكم. ويحاول يدير حتى الراجل من كل لابس الصباط ودخل لدارو يدير المدافئ ويدير الحامض ويدير الملحه خشن بحال هكا، ويحط رجيلاتو، يعني كاع داك الصهد اللي تيكون في الصباط يحيد له من الرجلين ديالو، والرجلين تيوليو زوينين، والطاقه السلبيه كتحيد. خوتي خواتاتي، انا عطيتكم وصفات اللي تفيدكم في حياتكم، وهادو راه مجربين، وانا كنديرهم بنفسي يعني، وكنديرها وكيديروها العائله ديالي، والحمد لله والشكر لله. وانا دائما كنشارك معكم الحياه ديالي، واي حاجه كنبغي نشاركها مع الخوت والاخوات. وشكرا على الدعم ديالكم، وعلى الكلام الجميل، وعلى يعني على فعل الجرس وجيم والمشاركه، وكنتمنىكم دعمونا وطلعوا هاد القناه. وخوتي خواتاتي، هذه هي الوصفه، اربعه الوصفات اللي شاركت معكم، راهما رائعين، داخله فيهم الطاقه السلبيه تحيد، ودخل فيهم الجمال. يعني كنتمنى اي امراه مغربيه او عربيه دائما تهتم براسها، معمرها ما تقول انا كبرت او انا عييت، يعني دائما تكون جميله وتكون انيقه يعني. وكنصحكم دائما الوصفات الطبيعيه راهما رائعين وزوينين بزاف. خوتي خواتاتي، دعموني بلايك وفعل الجرس، يوصلكم الجديد، وبالصحه والراحه، ومع السلامه.